قفشتيه بيخونك؟ لا، بس كل تصرفاته احساسي بيأكدوا انه بيخوني. ايوه حبيبتي، ما هي ايوه الست بتحس طبعا، وانتي احساسك يعني شويه مش زي بقيه الناس، يعني انا عارفاك من وانتي صغيره. يعني ما بحسش يا ماما؟ لا مش موضوع ما بتحسيش، موضوع بتحسي اوفر، يعني بتحسي مبالغ فيه. وبعدين هبه انت بتعملي حاجات كمان غريبه. حاجات ايه بقى اللي بعملها؟ لا ده عامله نفسك ست كبيره وشاغله نفسك بمؤتمرات واجتماعات ومش فاهم ايه، ومصطفى ما بيحبش الحاجات دي، مش هيلعب الدور ده معاكي. طب يعني نعمل ايه؟ من ورايا الجمعيه والعيال، ولا نرمي العيال في الشارع؟ لا اسم الله اسم الله، واخدين بالكم العيال قوي. انت بتقولي نفس كلامه، يعني ده رايك فيا يا ماما؟ لا مش قصدي يا حبيبتي، والله حبيبتي يا هبه انت صغيره، لسه صغيره وهو لسه صغير، ومحتاجين تتقابلوا شويه، تخرجوا مع بعض، تتفسحوا، تتغدوا، تلعبوا، تعملوا مغامرات، تضموا العيال ليكوا، تلعبوا معاهم كانهم اصحابكوا. هو بيحب الجو ده وبيروح يدور عليه عند اصحابه، لان مش لاقيه عندك يا هانم. ايوه ماما، ما عنديش وقت، والجمعيه كمان واخده وقت كبير جدا من وقتي. انا اللي بعمل السوشيال ميديا وبدور على كل حاجه، انا اللي بعمل كل حاجه في الجمعيه برضو، اعمل ايه؟ جمعيه ايه اللي بتعمليها؟ انا مش فاهمه حاجه من الروتري اللي بتقوليه ده. مش روتري يا حبيبتي، دي جمعيه للكلاب الضاله، بنساعد الكلاب الضاله. كلاب الضاله؟ انت هتنقطيني؟ ده انت لو هوهو عليكي كلب في الشارع بتقلعي 3 كيلو لقدام. كلب ضل ايه؟ سيبك من الكلاب الضاله اللي في الشارع، خليكي في الكلاب الضاله اللي في البيت، جوزك وعيالك. انا زهقت يا ماما، مش عارفه اعمل ايه بصراحه بقى. والله انا قلت لك اللي عندي بقى، اعملي اللي تعمليه. ماشي، انت عندك حق. خلاص ممكن بقى اسيب معاكي ديجا وادم واقوم اشوف الطريقه اللي انت بتقولي عليها. انا هقوم اتجنن مع مصطفى لما نشوف اخرتها معاه ايه. ماشي يا ماما، اتجنن. ما تجننش ليه؟ مش مكتوب لي اخلص البحث ابدا، مش مكتوب لي. انا بجد مش مصدقاكوا، انتوا بعتوني في لحظه. والله يا يازي انا اول ما لقيت الضابط جاي عليكي اتوترت قوي، ما عرفتش اعمل ايه. وانت يا باسل جريت زي العيل كده ليه؟ كده يعني مش كسيبه. والله تمام، على المهم متشكره، انا هعمل الفيديوهات بنفسي. فين يازي؟ هو انت ما بتحرميش ابدا؟ هو مش كده اللي حصل الصبح؟ انا الصفحه بتاعتي بتقع، عايزين تساعدوني؟ شكرا. مش عايزين تساعدوني؟ براحتكم، انا هعرف اتصرف. طب يا